الناحية الثانية لا بد أن يكون الجهاد تحت راية، ما هو فوضى كل يجاهد وكل يقاتل وكل يكون له جماعة، ما يجوز هذا في الإسلام، هذا ضرر، هذا ضرر على المسلمين أنفسهم قبل أن يضر الكفار، لأن المسلمين يتناحرون فيما بينهم، كل واحد يريد أنه هو اللي يظفر بالنتيجة. وجرب هذا، في عصابات قاتلت العدو فلما انهزم العدو واندحر تقاتلوا بينهم، كل يريد أنه يصير هو الذي يأخذ السلطة، تعلمون هذا ما يحتاج أمثل لكم. هذه نتيجة أنهم ما قاتلوا تحت راية واحدة تحت إمام واحد، وإنما تفرقوا إلى عصابات وإلى جماعات، فلا يجوز هذا في الإسلام، لا بد أن يكون الجهاد تحت راية موحدة. ولهذا قال مع كل إمام، إمام المسلمين يقودهم وينظمهم ويشرف على ويعد العدة ويسلحهم، لا بد من الإمام، لا بد الجهاد يكون تحت راية الإمام وبأمر إمام المسلمين حتى ينجح الجهاد. أما إذا كان بدون إمام وبدون راية فإنه يؤول إلى الفشل، يؤول إلى الفشل في النهاية. ولهذا قال مع كل إمام، فدل على أنه يشترط وجود الإمام الذي يقاتل تحت رايته.